بسم الله الرحمن الرحيم. هو عمل المرأة أو شغل المرأة. ست بالتدار هنا كبيت وطا مسرات ونتي نو بزوي اتدار انتن امتا هنقر بتدار بزو شقرنا امتا. هذا من أعظم مشاكل يا أخوة. تلالك شقروش كمي بالو بتدار يتدار هوت ستوا كبيت وطا لجوشوان تلا ازا ودسرام هدوانو شقرو يا أخوانا. خاصة بزيه بسعودي بسعوديانا بأوروبا يالو وندمو تشاكشن أهتو تشاكشن بزيه بزو تشقروال. يا أخوة المرأة ست بتفترو الله سي خلقات انقلي الله نو يخلقات هدلم انا بيت وستكوش بلا انا ترو لبس لبسا ترو جيت اجيت ارقا زيت منا من ارقا كريم ارقا حمرا ارقا يعني بلتشلش نقر انتن ارقا لبالوا يعني يا اين عرفت اندتون لتنو يتخلق اجل. نعم يقول سبحانه وتعالى في القرآن انقري اني ادلم يالكوت ويم شيخ اقلي ولم شيخ اقلي ادلم يفترات يخلقات يسرات جيتا من الال وقرن في بيوتكن ان انت سيتوش ببيتاتشون وسفراتشو بتقام اسفلاقي كالهون بستقر كبيتاتوشي بلو اززات. طيب يعني المرأة تتزين تشلال لما لتش وتتنظف بتقام بسألات سونتوان لبسوان وتستعد لزوجها انديت ما شمت عبالي بلا السون يتبقج أطفال ولجوشوان يمتسادق مبيتنا الله لزينو يفترات مارثنو. هذا الأصل. إذن الأصل في للمرأة في البيت. ولا نقول أخوة لا تعمل سيت أتسرى أنلم اندزيها لسو يلم اندزيهم لمالت أي تشالم لمن مسلاتشو. لكن نرى سيت لمسرى تفلق قال لك مثلا إنا لمسرى سيت تفلق إن تأيك لمن دم تسرى. طيب نقول إذا كان للكماليات جيت أجيت إن تجمعري نجار لوبت لمنام دزي يعني كسف اللاقي بلاي ليلة نجار ورك لما سرق أنت لما رج ويمجنزب لما تجمر يعني لقيت أجيت لضرورة أسف اللاقي يهون نجار ببيت سهون زملاء بك أجنزب لما كماشيت ورك لما كماشيت ويمدمو أنن جيت أجيت لما رك هونه. نعم هذا خلاف السنة يهيك السنة يود أنا قرنو. طيب قلنا احتاجت للأساس لا يمتسرا وسيتوا بتقام أسفل لاقي نقر سلهوني. نعم بالوا يبالوا دموز أيبك أم لجو شالوا تشو كراي بيتي متقال بزي دمو كلبي متقال بزي لجو شو يتمالو سلزي لضرورة لأسفل لاقي نقرنو متسرا كالج. قلنا نعم بالا اللات وي بلنت أي كالن أو بالا اللات. إذا قالوا نعم قلنا الرجل هو المسؤول عن حاجتها كله. بل لم ندنو بال يتبالو تقلالا مقبوا يعني متطوا لبسوا يبيت كراي يسوا يزيت يقيت أكيت نقر يلجو تشوا تقلالا تشاي يميهونو يميتشلو السونو يميشكمو يهلافنت بالنو. فنسأل ونقول يا رجل استي باليون نتأيق يا رجل لماذا أذنت لها أن تعمل لم يدون يفكر كلات للسراء بلنت يقول. طيب هل بيتك مثلا مستكفي ملو بملو بيته بس بيزان نابك اللب بكرايبت بملو ملتوهل وتعمل لأنها تريد أن تعمل يعني السوام التسراء أنتن لمردات ببيت قد لسلا اللار لما سرات سلف اللقش نشوي بلنت يقول. طيب اندزيك هنا والله شرعا يفكر لها من الوال. لكن قال لا دخليك لا يكفيني يعني يعني راتب يعني دموز اي بقام اني دمو ونتينو بيت كراي الله يلجوچو حصانچو انا يسوا ينيم اندزي بتقلالا تقلالا دموزي اي بقانيم كاله. نقول له اذا تعمل اهون مسرات يفقد الله تعالى ما تنو يفقد الله تعالى ادلم. لكن الله بميفقدو اغبابنا منجد نو ميفقد الله تنجي زمبلا ندوند بقى مكنوان اسرتا اغروان بمرات هدا مسرات اي فقد الله تم الله بميفقدو منجد تسرالج. مثلا ك وندوش تقلاقلا اندزي بقى راقتوان تن راسوانا فيتوان كشفا يساقش يتچاوتش يزللش كوندوچو مسراتو ايفقدلاتم. هذا خاصه باوروبا هون بنا اونتي نو
يعني ابزانيوچو سيتوچ اندو هولو بنلم حجاب كامل ارغا كسيتوچو يمتسرا يلهچم ابزانيوچو مستشفى هوسبيتال يسرالو كامباني يسرالو من يسرالو بقى تكشفا كوندچو غا يتقلقلچ دومو تسراو طيب ثم يا رجل انت دومو يوندماچن بال لابد ان تعرف طبيعه عملها انت راسه ستفقدلات من دنو متسراو يات نو متهدو من اين سرا نو متسرا ما وقع لبها انت طيب مثلا وتعمل حتى لو مو متسراو يانت تشجر اسكم يفتا درس نو انجي بقى لازل الم لجوچن طلا انتن طلا مسراتو اي فقدلاتم شجر الله هادلم نا يقلب يا بيت كراي غنزب شجر سلال اسو اسكم يفتا درس يا اخوه انجري من سل نبر بالوچ ويم وندوچ تنش تي تنكر لبلاچو يعني تنش انتن لطيقاچو ستياقي نسال لماذا تعمل زوجتك يعني مستهلا مدنو متسرا بلن طيقنا هل ادلم والله قال تحت نحتاج اسفلغنو سلاس سلم ياسفلغنو شج سلالنو يلال طيب لكن ليلا طيقن طيقوالن ان عند سيتوچ حالو بيتاچو مولو بمولو 101 بمولو مولتوال بقى دوموزالاچو باليو بطرو دوموزالو اندياوم يعني كمياسفلغ بلاي نو يالو ايه كله ياله دومو تسرالچ سوا طيب لمن دنوم تسري بلان سنطيقات من علاش مسلاچو اها ان اغلي ان اغلي ان مست اغلي ان اغلي مستكو يسرالو اني كنسو انسچه نو انديوم اني مارالو اني يني تمرت يبلطه نو اني كنسو يبلطالو انديوم كنسو انسالو لمن دنو ان اغلي يسرو اني مارسراو تلالچ يي مكنيات ادلم اونته نو يي بشرع منجد مكنيات ادلم طيب لكن يا رجل تنش النوقسه انت اونته نو انت نو متوقسو لمن مثلا يا اخي اكرمها واكلها وشربها ولبسها ابلات اتطات اكبرات مبتوان بمول طبق ان ابلات اتطات شبعها اسكم طق بمولو كله نغير يطيقچو نغير كاله امطالاتنا ابلات اتطات لجوچوان بدن بارغه يازاچو طيب سد عنها كل ما تحتاجه يمتفلقو نغير كله بچولتا شلوتا اسكم يفقد له سطات አረለም ለምንድነው እንደዚህ የምታርገው መሰለ አንድ በር አለ እሰራለሁ የሚል ቃልም ይመጣበት በር ይሄን በር ለመዝጋት ከፈለክ ወነቴ ነው شبعها اطقبات ከዛ በኋላ እኔ መስራት ፈልጋለሁ የሚል ቃል አትሰማም حتى هنا يا اخوه እነሱ ሴቶቹ بنጠይቃቸው ወነቴ ነው በልባቸው ውስጥ ገብተን بنናይ يعني انا الزوجات حقيقه الشغل مذله ወነቴ ነው ሴት ወጣ ስትሰራ وردت انتن يعني ككبروا كبروان يميقنس نجر نو اونتي نو اذا نفاس وسدا منامن صحيه تمتاج عند سو يلكفاتال يام يلكفاتال اندزي كبروان اغدلا يمتسراو اونتي نو ودو ادلوم نو ملو يني طيب نقص في وقارها بكبرتوا ككبروتوا اونتي تلك انتنالو تلك يا غودلال طيب يا اخوا عند نجر بزي رياض بلنا مست ينورو نبرنا سوا تسرا نبرج نا كذا هلا اغباش معناتنو ابرو بالنا ميست ل 2 3 عامت كقيو بهالا عند كان عند شجر تغنينا بقى تمرالسو معناتو اسو منالات رباكش مندنو زم باي منامن سيلات ندي انت كو علاچو اني كو سسرا نو ياغباهن اهون كو انت يانت دوموز بزي نو متكوراو علاچ اني كو لمسرات كفقد كلين كتوكني كو كانت دوموز بلاي كو نماغباو غبي كو اني غبي كو بزوشي نو ينبرو انت نهم بقى لانت بيينو اهون የተጨማለቁ እዚህ በትዳር እንጂ እስቲ ልቀቀኝና እኔ ሰርቼ ካንተ በላይ ኮነ ማስገባ ምናምን አለችው ረተይተው ይብላላ እንዴት ለምን አንተ ምላስን ታስረዝማለህ እንደዚህ ዝምበል ዝምበይ ዝምበል ዝምበይ በቃ ጣላቆ ነው ወደቀ ማለት ነው ጣላቃት ያለቀሰች ወደ ቤተሰቦቹ ሄደች ማለት ነው طيب አይላ اخرى ሌላ ደሞ ቤተሰብ አለ እዚህ ሪያድ እሱ ይሰራል እሷም ትሰራለች ወን አስቂ ነው ነገሩ ይሰራል ደሞዛለው እሷም ደሞዛላት አሁን ህፃኖች አሉ አራት ልጆች በቃ ልጆቹ ይመጡና ወደ አባታቸው አባቴ ናም ይሄን ፈልጋለን ይሄን ፈልጋለን የትምርት ቤት ደፍተርን ፈልጋለን ሐላዋን ፈልጋለን ሲሉ روح الى امك ሄድና እናት በላት ይላል ወደ እናታቸው ሄዱና እናቴ እንደዚህ እንደዚህ ፈልግ ረህረህ እንደ አቡክ ወደ አባቴ ሄድ አሁን ልጆቹ ራሳቸው ግራ ገባቸው ማን ነው የቤት ኃላፊ ብለው ሲጠያይቁም እንጠያይቁ ጀመሩ ማለት ነው يا اخو باختصار يا رجل لا تسمح لزوجتك ان تعمل الا للضروره ونتي نو مستن لمسرات اتفقد لات اسفلاغي كالهونه اسفلاغي كالهونه لمن تسرالچ طيب يا اخو هنا
بزيه أهون بميلو أنتينو عند سو انتن يعني مكراكرين سو لينو رايي تشيلم إلا چنكلا تطروي ما يسارا كوني إنه ملو قلصنو أسفل لاغي كوني تسرا ببيتو بيتو بكايس أغانا هابتيا لو نترو نرو يمين ركونو قن لم تسرا ليش نملو لأنه لو سألنا لماذا تعمل هذه المرأة قبل نعم للضرورة طيب إهنو أنتنيا العجيب يمي قرما تشو نقر عند نقر علي باند والله يقرمال باليو راسو هيجي سرتش نيلا تال سوا كود لهم سوا تفلقهم لمسرات قن السوي لك أتال لمسرات لمن مسرات شو عند سو سارات ور سرتامت أجنا دوموزيزا متاج ترو دوموزيزا ستمت بقى تبلد إحساس هذا الرجل يعني سميتو درك أهون من هنا بقى خلاص سوا قنزب كامت أجن قدي تنيو تيولال كأنون بمولي تنيال كذا ليلي سيهون دومو ماتا سيهون لبسون كأيرو تاتبو منامن أرغو كقودن يتشو زا شاهبت سيا ورا سيجارا سيات إس منامن دزي كذا ماتا يمت أنا إثنيال اندقنا كأنون بمولي تنيال السوا هيدا سرتا تامت أليش بقى أهون بزيه لمد يازو سونتو بتبلد تبلد ما تقالاتشو يعني خلاص لمد أتك أهون دزي طيب وهو وهذا أخوة يهبت آمت فونو ونتينو قلبنا الآية الله يفلقو نقر راسو ودتاج اقرو ودلا يدرقنو يا أخي المرأة خلقت أن تتزين وتتنظف فإذا أتيت من الخارج تسكن إليها الله لزين مفترات ترو لبس لبسا ترو يعني بمكياجنا بنتن بمسوات يايج ترو شتوارقا ستمتا أنت بدكام تنياتكه سو ستمتا يانت يا أين ما رفع عندتهنو يخلقات الله سبحانه وتعالى دمو يا أخوة النقر لنكراتشو يقول سبحانه وتعالى في القرآن أهون سنة نبوي يقينونه يقول سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يعني سيتنا مست يفتر اللهلال لمن مسلاتشو لتسكنوا إليها أنت دك مهك كوتش متى ويمدون بسرا بك آبتام بتام تشقره متى يا أين ما رفيا يا لب ما رفيا أما كاري بك دكامه يمتسلك اللي بتام تقولي هنا تشوسيت يفتر اللذين ويلان الله نومي لو يا أخوة طيب وجعل بينكم مودة ورحمة يهن بتام دي تقفت دمو فكرنا متزازن بهولتها تشمال الرقيل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ويقول سبحانه وتعالى في آية واضحة جدا قلت بهونو أهون يملو نقر بقرآن سورة الزخرف يمتبالو إن إذا الله سبحانه وتعالى قلت بهونو نقر ينقرال سلسيت مالتينو من إلى المسألة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين سيتكو يتفترتشو يعني شلمات أرقا ورك أرقا زين أرقا قيت أرقا لبالوا ملك بملك اندتك أرب الله نو عندهم سيد ستفتر علي هي في الخصام ايش غير مبين ونيتنو وندو كمي سروت نقر اللي تلالك نقر بكر كر بتقباب بفر البيت بتهيد ونكوان حسابوا على ما قرب ضعيف نايتش بتقام دكام اللات انديت وچو تا بك أبا ميداو كوندو كمان تنتلالك يلال يا الله كأنو ومعنى المرأة ناقصة يعني ترجموا يزيه آية ترجموا علماء ابن كثير سيفسروا من إلال المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي أنا حلي قيت أجيت أنا ورك إن جزيار قانو ملكوا يمتش أمرنجي بتفترة يعني قدلتها اللات إلال وإذا خاصمت فهي ضعيفة دمو بكركرنا بمقوتك قباشم ثنش انتنا اللات إلال حتى كان بعض الشعراء أخوة عندند يتمارو عربوش مني النبر لمسالي عندون عندو أميراتشو ويم ألقاتشو لما مقصي فلق منها لأندو وما الحلي إلا زينة من نقيصة قيت أجيت أنها ورك يمي الدرقو كو عند قدلت نورو قدلت لما موالاتنو يمي الدرقو لمسالي عند بيت بزو قيت أجيت بزو فرا انتن أببا بزو انتن متارقلات لمدنو ملك اندتاقينيا كنبارات قدلت بدن ملك اندي نورو كفلو بلهنو متارقو دمو عند سيتو كو إلال يعني قيت أجيت يمي التارقو بزو اينا انتن يمي التارقو ملك اندتامت أنو إلال
ይላል وما الحلي الا زينه من نقيصه يتمم من حسن اذا الحسن قصر يعني على جيت سيت قدلت سلالات بزيه نو ملك متاغنيو واما اذا كان الجمال موفورا بتفطرونت غرما كاله جن كحسنك يا امير يعني انت اندانت مسله بلو يا مغسوال كحسنك لم يحتج الى ان يزور يعني انت هون وندنه جبدنه انبسانه هنا جيت اجيت بتشمر له انديوم يعني اتامرم ان اندزي من هبربلي من مسلاچو سيت تفطروا ليلا نو وند دمو سيفطر ليلا نو نعم وفي الاخير يا اخوه ببشرشا من لفلغاله اهون عند 9 نطبوش اتقسالهو سيت بالتدار لا مسرات كتفلقى النزيه زتعين نقرتش تكتلونا النزيه زتعين نقرتش ما موالات اللبن السؤال مسرات كفلقنات ماتنو عند تعمل المرأة للضرورة أسفلقي كهونة تسرالج أسفلقي كالهونة بيتوات كمتالج هلتنيا تعمل على وجه شرعي الله بمفقر ومن قد تسرالج سوستنيا أن تعمل وهي محجبة بتقام بتقام كبرنا هنا قر بأوروبا يسرام هنا قر إن في توان شفنا سوونا توان بمول شفنا سيت باللبت بوتا مسرات اندالبات أرتنيا أن تراقب الله في كل حركاتها وسكناتها يعني كبيت كوت جمره كموت أتوا جمره إسكم التملس الله سبحانه وتعالى يا الله أنت مفرات اللبات عنده متوليك إلى كفاتل عنده نجار أنت عنده بزوجك قسلمي سلمي قاتمات ونأتي نبلوا قياتهم بلوا قياتهم خلاص يفلقوا النجار ونجل اللي مارقت تجلالج إن يهدج كل خطوة اللهن متأبك اللبات نعم أما استنيا ألا يؤثر عملها في حقوق الزوج والأطفال يمتسرى وسرى ينتنو يباليو هك أن مبتوم مفرس يلبتم مقدل يلبتم يهز أنا تشودم ويهز أنا تشو انتن مقدل يلبتم شيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه من يلالو عند الست تسرى اللج قن يبالوان مبتو يبالوان قزي يبالوان أسفلاقي نقر يمتاقود الكوني ويميهز أنا تشو نقر يمتاقود الكوني مسراتها تتشلم أي فهك أدلاتم يلالو طيب كذا فالا مثلا لمسالي أرات الجوش اللات أطفالهم في حرج الناتاتشون فلقالو والرجل ينتظر يريد زوجي يعني زوجتي مستي فلقال دوم كسرام التوم مستي فلقال يمتاتشاو توي فلقال لكن السوا بسرانو يالتشو نعم فيقال له هي في العمل بقى بسرانو يالي كتبالي إذن يهيشي سيت مسرات يلبات منو من الو طيب لمسالي أندان بغزي بزوغزي نسمار له بأوروبا أقرم سهد باينينا يهواتشو بزوغ سيتوج بل هلو سيتوج بنلم ونثينو بقى سوات سرال لك السومي سرال لأن أبزان يوچو سرالو لمسالي سيتوج لمسالي أندان ببيت تهال له السو لك بهولت ساعت ماتا كسراي قبال أدلم السوا بأسرة هولت ساعت يعني بهولت أدلم يقباسو السوا بعند ساعت ودى سراوة تهالج ليلتنا متسراو أنان نقزي لهم أنصار السو بهولت ساعت تواتي قبال السوا دمو بهولت ساعت تواتي مو ودى سراوة تهالج ما كانوا مقنانيو ما كانوا يعني سبحان الله العظيم متى سيكون الحنان الزوجية الذي يكون بين الزوجين متزازا مساساك متآتآم ما كانوا مقنانيو قدي اندزي كوني يا أخوانا لابد أن يكون العمل مباح لمس سدسنيا نوي سدسنيا من الليل لابد يمتسرى وسرى مباح حلال مهنا اللبات لمثالي خمر ويمتات يمتشتبت مسرات يلباتم أذنب ويمدمو دانس بيت مسرات يلباتم ويمدمو وندوتشو يمتسببت مسرات يلباتم اندزي مساسلي الله الفك أدو حرامي هنا مسرات يلباتم إشي سماتنيا لابد أن يناسب المرأة مع فطرتها الله يفترات فطرت كالسوغة مسمى مات اللبات سراو طيب يا أخوانا ما تتفلسف علي بزو انت لا تكراكرين سيتوكو والتادر هنا يسرات نيج بأمريكا أقر بمن أقر براتيزا جنرال تونا ليش ما اختلفنا يتايا لي لكن الله يفترات للزهن ووي إنك وهن يسلمنا شرعو نقرنا من نقرنا ونجي يالو نقر هذا اللم إنا يالو مدفو نقر لما سوقر هذا اللم يمن نقرنا الشيء يالله ليلانو الله عززه ليلانو سلزي الله فترات لزي هنوي جنرال هنا وبقى انت زي هنا تماغواتش هنا بقى ببرها هيدا انتن لمسرات منام ايه يوند سرانو طيب
إذن لابد أن يكون عمله حتى تزول سمنتنيا نوي سمنتنيا يعني يمتسرا وسرا يبالوان شجر اسكمي فتا درس بيتشام هنا اللبت يعني مثلا دموزو أندشي أمستمتو نبر أهون دموزو سوستشي هنا خلاص هي تقف تجلس في البيت ويم دمو ليلة سراك أيرنا ترو دمو السطوت خلاص يبقى قال ويم دمو سرات ይህን ስራ ተውና በንግድ ዓለም ገብቶ ማሻአላህ አሁን ገንዘቡ ልክ እንደ ጎርፍ ነው የሚመጣበት ስራንተታ በቤት ቁጭ ማለት አለበት ስለዚህ የምትሰራው ችግሩ እስከሚሄድ ዘጠነኛ ይሄ መጨረሻ ነው لابد ان ياذن الرجل ባልየው ካልፈቀደ በራስዋ በጭንቅላጧ መስራት የለባትም ይሄ ደግሞ ትልቅ ወንጀል ነው የበለጠ ወንጀል ነው እና ባልየው يعني አስፈልገው ነው ከታየው እሱ መፍቀድ አለበት ነው ምለው ኢذن يا اخو العمل لغير الضروره يعني ባላስፈልገ ነገር ሴት መስራት የለባትም ይሄ ከሱና ውጭ ነው እና ደግሞ በብዙ ባልና ሚስት የሚያመጣው ችግር አንዱ ይሄ ነው ብዙ ፍቺ የሚፈጠረው አንዱ በዚህ ነው ነው ምለው